واحد نبی ہیں جن کا نسل آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناهش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يهزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهد بن زاري بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشعلي بن إدريس بن يرد بن ملهائيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. الله